ما هذه تبغى يريدها بسوق الأشياء. السلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم. إلا ما صبرتي لا دوك أنت دوكتي آخر رميت أدرميتي بعد صبرتي والمعاصي كصبرتي والطعالي إلهي كصبرتي وما نوائبتي يقدر كيف أقول عيلي أصبرتي وأذن إلهي وعرون جل جلاله بما صبرتم بسبب صبركم فنعم عقب الدار. وحان يكون بشارين إن شاء الله أخواني نفتي إذا نقول بشارين زمن كان نجوبلو وزمن الفتنة ومعاصي بضنتاي ومعينك هي ريحي دين دي إلهي كوكو كالما إلا صلاة أنو إستاغني أنو إستاغني ومن أما الله بإن سرجو كردح الأوهي كردح ويارد تذكو قلوبتو دواقو ينهي حان قرنا يا شيخ عبد الرحمن شيء حلو الأورنج اللي هو شعب الرحمن فور اللي هو مقعد يجري يعني أي لها نوع كشف كيني يا جهنم يوم القيامة يعني قال هذا عذابك أرتو إلهي وحو كشف كي جنة ينعيم كذا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم الثمرات ومغفرة من ربهم. محو إلهي كذب كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معاهم. أولا خالد في النار ماتوا كواري كارث مقول لم يدهن كو جهنم كواري ونكب بحين ومركو بي أباهين بي كلول انتلسي من دعكيسي أي قوقوين وأي دبضا خدعتين ومع ذلك لما شاء ليجري قال لها ساعة القرآن كي أنا أخذني اللي سومري شيخ عبد الرحمن وهنتي وماشا قبل لاغي صدح مالين إيه صدح ذو ذهبين أي أوي رمضان بيهي أفر متلي وسحور متلي واسكوي أخونا عبد الرحمن واسكوي يبكي 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 صلاة دي بكجرة أوي هدوك فبي وأوي مركا أن كان تجد أنه سيحنا يوم أغلى لكن أنت كروى أوي وصدع مالي وأنو ترين صدع مالي صدع له ذلك أفر مالي وصحول مالي أي لها ساقل بي سيطات مركا زمن معين على الضعاء أيها وأن حسستاي مركي أسبوعي مالي وشيخ كلمتين وعد إرشاد إنير وضد كلام شايد كله مالي أوي كذب أنت يربى أسبوع عاس لقوة النولانة يا يوم قلوبت أدرك زين اسم الدشيو أذكي ولا المتوجهين أذكارتي وخيرك يقيام الليل لأنه زمن كعاوني ذكى عاوني ذكى معين باجري هذا مجر إعانة ناس مجرته مركا يضون إعانة إسنجرين كالمرة إسنجرين يعني ولي بدت كينا المالها انجوغا هذا المساجد هذه عمرة يا ربي قلت كحرة صلاة وذا تكنة يا ذكر جا وحنا نقول قبل بقول كيف بقول كيف أنا خير بدر يا نوش الدعية نوش الدعية إلى هاي كمان هذا خير من لأنه وحوي و و و و وحوي وحل إلى هالشباح ضد التيار موجود ما يصير شعر تجلس كذا كلام معاكس بالكوتين موجة إلى نزهته ومن المعاصي والذنوب لا إله إلا الله ومع ذلك ربنا يا عيسى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام وقت قاعد وش كشوا لو هذا شو معجب بلي مش أنا قاعد بسم الله حغير فهم يا الله نفهسيو وقالوا إن يروا فهم يقوم فلا إنت على هذا إن فهمت قيمة أدونك إلى هذا بس قيمتها طب هذا أنت أي كاستاهل شو أمسيها وقبضي آخر أنت إلى هذا النسيلة هذا صحابة زمن الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة سادات ويسو يعني أدمي هذا شيء بسيط يكتب لك مثال أهالي يعني ما أنا شيء شيء يعني
حديث في صحيح البخاري سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما نبينا ذلك اسبوعا نذير لحم بهاي حدنا زوجتي سميمونة أيها هبرير واحد ميمونة رضي الله عنها هبرير بي واحد وهويلير هذا يقول مركز نبي يسخل السحر يقول بيس إيه هبريرتي سوما مركا إسلام هذا ويلي هبرير وطاي من سرير تاد كل سحر كل سحر الله سرير كل سحر ما بيزين سرير طبعاً إن سوى خالص في الفراش والله بعتنا خالص هي بركموين البور مودي أريده ما هاي ما بيقول شيء سوى هاي هاي هل جو ومرك كل إله هاي تهاي ولا سكول الله مرك يقبو به تهينا قيبنا وهو وقصة هذا قيبنا وهو ذا وكان سوء ابن عباس الحوي رضي الله عنه نبي يحاس كيسي هبريرتي مخددة بركنتا بر الكاري قصة عليه أنا أقول بركنتا بل الكاري قصة عليه يعني جيسكو بركنتو كقصة عليه سو لابدو دينا محاك قصة عليه بركنتي در الكاري قصة ولا سعيد لأن الدنيا بسيطة عندهم ما عندهم مشكلة مركا حياتنا مر وين كان يرى أنت اللي تأديش وأنت تحينا يعني حرة ما نروش النبي إنه أقعد ضنك لما شو ما يمانة بل هبين كيف نبدو السماء إنه أقعد وفعلا هو أقعد وحوي الوع نبي مسواك عيب وين أريد مسواك عيب وين أنت أولا ويسبب شو تاني صورة ده آيتها قدام من سورة آل عمران بوقتي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا يأتي لأولي الألباب